أصدرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني خطة حول تعميق الإصلاح في الحزب ومؤسسات الدولة، وتهدف الإصلاحات إلى تحسين القيادة العامة للحزب وتحسين هيكله التنظيمي. وسيتم إنشاء لجنة للرقابة الوطنية كجزء من الخطة، وفي حين أن يتم إلغاء وزارة الرقابة ومصلحة الدولة للوقاية من الفساد. ستكون دائرة تنظيم اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني مسؤولية عن إدارة موظفي الخدمة المدنية مع إلقاء إدارة الدولة للخدمة المدنية. وفي الوقت نفسه ستتولى دائرة دعاية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني مسؤولية عن المكتب الوطني للصحافة والنشر والإذاعة والسينما والتلفزيون. وسيتم دمج تلفزيون الصين المركزي والإذاعة الوطنية الصينية وإذاعة الصين الدولية في دائرة دولة للإذاعة والتلفزيون التي تخضع لقيادة دائرة دعاية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.